بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقدم عرض تقديمي للناس والأخوات اللي أصحاب البيوت اللي هم فازوا بالهدايا نيجي نشوف اول اخت فايزة بهدية بالساعات اختنا ليدي، اختنا شيراز. بعد كده عندنا هنا اخونا ربيع، طبعا دول دي هدايا لاخواتنا عن حفل يوم الجمعة 9/4/2021. ده هنا قناة سيلفر جولد مع شمس. بعد كده عندنا بيتك احلى مع دودي، القايمة شغالة اهي، السهمين ورا بعضهم تمام. بيتك احلى مع دودي. طيب بعد كده نجيب اختنا جنان، طبعا دي هدية لاختنا جنان. وبعد كده ده اختنا القايمه بتاعت اختنا منال، طبعا ما كانش لها قايمه تقريبا، عملت لها قايمه بهذا الشكل. بعد كده قناه عالم هنا هديه لاختنا هنا، ربنا يبارك فيها يا رب ويصلح لها. بعد كده في معانا سحر احمد، دول كم قناة؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 قنوات. هدية من صالح للرياضيات ومن رشاد عن حفل يوم الجمعة. حبيت بس أقدم عرض تقديمي للمشاهدات عن يوم الجمعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.